صباح الخير، صباح الفل، برحب بحضراتكم. وأول فقرة معانا وهي فقرة مطولة هنتكلم فيها مع ضيفنا العزيز جدا فيما يتعلق فنيا لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري. خلينا نرحب بنجم طلائع الجيش السابق، لاعب ومدرب وقائد سابق للمنتخب العسكري وحصد معاه 4 بطولات كأس عالم، كابتن عبد الناصر محمد. صباح الفل. صباح الخير. اهلا بحضرتك. معانا يعني ملفات عديده، بس هنبدا بالتركيز على المباراه الخاصه بالاهلي وطلائع الجيش. والبعض قد يرى ان هذه المباراه كده من بدايتها مباراه سهله، ولكن العكس صحيح، لان او هنتكلم عن فريق طلائع الجيش تحديدا، هو فريق عنيد. في نفس الوقت هو كان ليه سابقة معانا قبل كده، كان سبب من اسباب طبعا خسارتنا للدوري، بنتكلم عن طبعا التعادل اللي حصل. خليني ابدا مع حضرتك بالنقطه دي. اكيد هي مباراه مش سهله طبعا، هي الناس بتقول ان هي سهله، لكن لعيبه طلائع الجيش اكيد عايزين يثبتوا العكس طبعاً. عايزين يطلعوا كل اللي عندهم. هي دي النقطه اللي هيشتغل عليها طبعا الجهاز الفني بقياده كابتن عبد الحميد بسيوني لطلائع الجيش. لكن في الواقع انا طبعا عاصرتهم الاسبوعين اللي فاتوا، كنت بروح احضر التدريب طبعا، ده ناديه وعبد الحميد بسيوني صديق ليا وزميلي، كنت بروح التدريب بتاعهم. بصراحة هم مش جاهزين قوي، المباراة جت فجأة، اتحددت فجأة، يعني قالوا لهم هتلعبوا كمان اسبوعين، لعيبة ما انضمتش، صفقات لسه ما انضمتش، يعني هم احنا عندنا 12 صفقة في طلائع الجيش، بس فعليا بس فعليا اللي هينضموا للمباراة انا لسه متكلم معاهم اربع لاعبين فقط. الصباحي من الاتحاد السكندري، ميدو جابر من سيراميكا، الجويني لاعب صفاقسي تونسي مدافع، وكريم الطيب من بيراميدز. دول اللي يعني اكيد هيكونوا موجودين، ما اعرفش بقى مين هيشارك اساسي مين مش هيشارك، الله اعلم طبعا. المشكله في طلائع الجيش كمان حته الخط الهجوم كله مشي، عمرو جمال، عمرو مرعي، ده 8 لعيبة، 6 من القامر الاساسي اصلا. يعني طبعا الله يكون في عون عبد الحميد بسيوني بصراحه، لان الموضوع صعب جدا. عايز اقول لحضرتك الدوري خلص، اللعيبه مجهده، ما عملوش فتره اعداد، القوام ان بيخش عليك كذا لاعب وخصوصا لعيبه جداد كتير عشان تجهزيهم بدنيا وفنيا وان هم يخشوا وسط الفرقه، الموضوع ده صعب بالنسبه لطلائع الجيش. الموضوع ده مش موجود في النادي الاهلي، لان الاهلي محتفظ بقوامه الرئيسي واللي هيشارك بيه في المباراه. احنا عندنا برضو صفقات جديده، بس النقطه اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي بتاعه اللعيبه او الصفقات الجديده تحديدا لطلائع الجيش، ربما البعض بياخدها ان هي ميزه وعيب، يعني او نقطه قوه او ضعف. بمعنى ان انا ممكن اقول انا عندي 12 لعيب جديد حتى لو هيشارك منهم 4، بس انا عندي فريق لسه جديد. ده ممكن يكون لصالح طلائع الجيش، ان الاهلي دلوقتي بيلعب فريق هو مش عارف بالظبط اللعيبه بتاعته عامله ازاي. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي قد تؤخذ بقى على طلائع الجيش، ان انت عندك لعيبه جديده لسه زي ما حضرتك قلت الموضوع سريع جدا، لسه ما فيش التلاؤم مع اللعيبه، لسه ما اخدوش على بعض، لسه ما فيش هذه الروح في الملعب. فدي برضو قد تكون يعني نقطه سلبيه الى حد ما. دي الاغلب، ان اللعيبه لسه مش متفاهمه مع بعض. دي نمره واحد. نمره اتنين، اللياقه البدنيه. في لعيبه عايزه تجهز كتير، يعني حته ان انا اجهز في اسبوعين دي استحاله. الانسجام كمان صعب. مهم جدا، او الانسجام طبعا، يعني ما قلنا الانسجام دي نمره واحد، واللياقه البدنيه نمره اتنين، خاصة ان الماتش كمان، يعني انا معلش انا مستغرب من اتحاد الكرة ان يعمل مباراة السوبر بوقت اضافي، يعني في مباراة السوبر في العالم كله من غير ما فيش النقطة دي فعلا. فدي طبعا يعني لو 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 الجيش صمد الشوطين الرئيسيين مش هيصمد في الوقت الاضافي. طب انا يعني شيء بالشيء يذكر، هو ليه فعلا ده بس في مصر؟ يعني ليه بنشوف ده؟ احنا بنشوف حاجات بصراحة، احنا بنشوف حاجات كتير غريبة في مصر. اولا اقامة اللقاء في الوقت ده صعب، يعني ما كانش المفروض يتحط. احنا بنعمل كل الماتشات وكل الدوري والكاس والسوبر، بنعمله ليه؟ مش عشان منتخب مصر؟ طيب منتخب مصر دلوقتي في وضع لا يحسد عليه، طب ليه ما نلغيش كل ده ونجمع منتخب مصر من دلوقتي، خصوصا ان في جهاز فني جديد موجود، مستر كيروش يعني عايز يتعرف على اللعيبه، فكره يوصل للعيبه. هيوصل امتى؟ ان احنا نعمل تجمع يوم 28 ونلعب مباراه يوم 30 مباراه وديه، طب هو هيدي فكره للاعيبه المنتخب امتى؟ أيوة. فانا شايف ان لقاء السوبر يتعمل في الوقت ده ما كانش مناسب، كاس مصر لو اتعمل في الوقت ده مش مناسب، كان لازم منتخب مصر يتجمع دلوقتي بدون المحترفين
على الاقل اللعيبه يوصل لها الفكر بتاع الجهاز الفني الجديد. احنا اتكلمنا عن النقطه دي كتير جدا تحديدا كمان في يعني الموسم بتاع الدوري، ومش عشان والله ليها علاقه بالاهلي، بس كلنا شفنا يعني حتى لما تيجي تحكم من بعيد هتشوف ان الوضع كان غريب جدا، يعني الماتشات، الجدول، الضغوطات، في حاجه برده ما كانتش يعني ماشيه بطريقه مفروض تكون متزنه، فده معك. اثر على الفرق واثر على اللعيبه وبيؤثر بالتالي على الكره المصريه. فيعني ما هو ده دي حاجه يعني. تحترم من حضرتك ان بتتكلمي كده، انت بتشتغلي في قناه النادي الاهلي، والموضوع ده حصل ضغط على كل المنظومه أكيد. كان بسبب برضو ان الدوري اللي اتلعب السنه اللي فاتت ايام الكورونا وبتاع، كان الناس كلها اغلبها بتطالب ان الدوري يتلغي ويتلعب دوري جديد عشان الدنيا تبقى هاديه. لكن اتلعب الدوري وخلاص وتم واتضغطنا كلنا، كان لازم بقى يعني في الوقت ده اليومين دول الاتحاد الكوره بقى ياخد باله وما يتكررش. كنا متوقعين ده بصراحه. على كل حال خليني اروح مع حضرتك برضو النقطه مهمه، وفكره الروح الرياضيه ما بين برضو الفرق المختلفه، لان دي نقطه كتير جدا يعني بيحاول يركز عليها. يا جماعه القصه كلها دي رياضه في الاول وكوره في الاول. صح. وفي الاخر وفي علاقات طيبه جدا بين انديه وبعضها. لو هتكلم تحديدا عن الاهلي وطلائع الجيش، ودي نقطه برضو احب اسمعها من حضرتك. الحمد لله طبعا، يعني انا هقول لحضرتك احنا منظومه القوات المسلحه احنا على الحياد من جميع الانديه طبيعي، زي ما احنا يعني القوات المسلحه بتبقى هي اللي بتخدم مصر، فالكوره يعني جزء من المنظومه في مصر، فالقوات المسلحه بتحاول تخدم صالح الكره المصريه برضو. ما ينفعش يبقى في عداوه بين طلائع الجيش واي نادي، بين اي نادي ونادي. هو عامه احنا بنتكلم طبعا عشان طلائع الجيش دلوقتي، لكن هو المفروض يعني انا عايز اقول لحضرتك يا ريت العلاقات تتصلح، وخصوصا ما بين القطبين الاهلي والزمالك. دي اتمناها تيجي من رئيس النادي الاهلي طبعا الكابتن محمود الخطيب، ليه كل التقدير والاحترام. رئيس النادي الزمالك حاليا كابتن حسين لبيب، يعني لازم يبقى فيه، او المجلس اللي هينتخب في نادي الزمالك، عايزين يبقى القعده بين الكبار. لان والله دي تفاصيل انا ما اقدرش ان انا ادخل مع حضرتك فيها، لان احنا يعني معلش الحق لازم يقال، لان ده حق يعني احنا من ناحيتنا ما فيش اي حاجه اصلا، ومش عايزه اتطرق كتير لده، لان احنا الصوره واضحه للجميع. انا فاهم. احنا كنادي اهلي ما عندناش اي مشكله مع حد اطلاقا، ولا نلتفت لاحد اطلاقا. انا فاهم حضرتك، مركزين في نفسنا جدا. انا معاكي، بس انا بتكلم النقطه دي كان لازم. ايوه لا طبعا، انا بس عايزه اتكلم ان احنا ايه، احنا في الاخر زي ما حضرتك قلتي دي رياضه. انا بتكلم على الشق الجماهيري اكتر، يعني لان هي دي النقطه. انا لما اجي اتكلم عن مشجعي مصر هي دي اللي انا بتكلم عنها، سواء بقى نادي هنا نادي هنا، هي دي النقطه اللي احنا دايما يعني حريصين عليها ان احنا نوصلها، دايما يبقى في توعيه من خلال اكيد المنابر الاعلاميه. صح، انا مع حضرتك. انا عايز اروح مع حضرتك برضو النقطه بقى وكابتن عبد الحميد بسيوني، لان يعني شخص محترم جدا، ذكي جدا، وقاري جدا دايما الفريق المنافس، وشفنا ده في يعني ماتشات عديده، واللي هتكلم عن يعني الماتش الاخير ما بين اكيد الاهلي وطلائع الجيش. خليني اعرف وجهه نظر حضرتك كابتن عبد الناصر، ازاي هيكون الفكر بكره ان شاء الله من كابتن عبد الحميد؟ طيب هكلمك على عبد الحميد بسيوني، زميلي في الملاعب الاول. ماشي. انا وهو تعاشرنا في المنتخب العسكري طبعا، احنا هو كان هداف التاريخي للمنتخب العسكري وانا رقم 2 بعدي. هو جايب 31 هدف وانا جايب 22 هدف في جميع البطولات العسكريه، وتزاملنا في كل البطولات العسكريه اللي احنا خدناها الحمد لله انا وهو، يعني الحمد لله كنا احنا الاثنين دايما مع بعض. بسيوني اعتقد بكره هيفكر في انه يامن نفسه تماما، لان هو لو فكر غير كده هيبقى الموضوع صعب. انه يفتح خطوطه مع النادي الاهلي بكره هيبقى الموضوع هيبقى فيه خطوره جدا على نادي طلائع الجيش، فاعتقد ان هو هيأمن نفسه تماما، اعتقد هيأمن نص ملعبه كويس قوي. يعني ممكن يلعب بثلاثة، ممكن يلعب 4-4-1-1، ممكن يلعب 4-3-3 اللي هو 4-3-2-1. متهيألي يعني مش هيخرج فكره عن الطريقتين دول، وده هيبقى صح جدا، لان هو عايز يوصل للمباراه لابعد حد. هو عايز طبعا يأمن لغايه يعني بالظبط، هو المفروض يأمن لغايه نهايه المباراه، لكن الوقت الاضافي بقى كمان هيبقى صعب عليه، ما هو عنده يعني الاثنين ضد بعض. ايوه الاثنين ضد بعض هيبقى مشكله بالنسبه له. لكن هو معاه برضو، انا عايز اقول لحضرتك، معاه مخطط احمال كابتن سيد عبد القادر، مخطط احمال من مخططين الاحمال الكويسين جدا في مصر. اعتقد ان هو يعني اشتغل الفتره اللي فاتت على انه يحاول يوصل بالفرقه لاعلى معدل بدني اللي هو يقدر يخليه يصمد لاطول فتره ممكنه في المباراه. اسمح لنا بس كابتن عبد الناصر، هروح لان معانا كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي السابق على التليفون. يا كابتن شريف صباح الخير يا فندم. صباح الخير ست الكل، ازيك؟ اهلا بحضرتك كابتن شريف.
صباح الفل. ومباراة مهمة جدا بكرة، وزي ما كنت بتكلم في بداية الحلقة مع كابتن يعني عبد الناصر، هو يعني البعض قد يرى ان المباراة سهلة، لكن في حقيقة الامر المباراة مش سهلة ابدا. وبنتكلم برضو هذا الفريق هو فريق عنيد، انا بتحدث عن طلائع الجيش. خليني اعرف برضو من حضرتك كابتن شريف. والله اهلا بكابتن عبد الناصر، منور الدنيا. اهلا بيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ احنا نعلي الصوت بس يا جماعة، هستأذنكم عشان مش سامع كويس. اتفضل يا كابتن. اكيد مباراة مهمة بالنسبة للطرفين، يعني اول بداية موسم جديد، في فكر لكل اجهزة فنية موجودة، واللاعبين كمان عايزين يثبتوا، حتى اللاعبين الجداد اللي هم داخلين على النادي الاهلي، ان هم قادرين ببطولة، بطولة كبيرة وحق مشروع لفرقة كابتن بسيوني، ان هو يفكر بكل الوجوه ان هو يكون دي اول بطولة، ان هيبقى يوم عيد بالنسبة لل طلائع وبالنسبة للنادي الاهلي، مين اللي هيتوج ومين اللي هنشوفه. انما هي مباراة مفتوحة، لو قدر يتعامل الجهاز الفني هنا والجهاز الفني. طيب كابتن شريف، بعد الراحة دي كابتن شريف هي موجودة دي. كابتن شريف لو سمحت استاذن حضرتك بس، الصوت يا جماعة مش واضح تماما لينا في الاستوديو، خلينا نحاول. معلش انا بعتذر جدا لان احنا سامعين صوت بس مش فاهمين الكلام بصراحه. نحاول نرجع لكابتن شريف مره ثانيه. نكمل مع حضرتك كابتن عبد الناصر نقطه يعني كابتن عبد الحميد بسيوني، وفكره هنا برضو اكيد كمدير فني هو فاهم كويس قوي برضو طبيعه اللعيبه عنده، هو عارف ان المباراه كل ما بتطول كل ده ما بيكون له تاثير سلبي الى حد كبير بدنيا كمان على لعيبه طلائع الجيش. هل احنا بنتكلم طيب، ما هو البعض قد يرى طب ما تهاجم من الاول وخلص المباراه، هل ممكن يكون الفكر كده؟ لا لا لا، صعب. اعتقد اللي يهاجم ويخلص المباراه ده هيبقى فكر النادي الاهلي، لان النادي الاهلي قوامه اساسا موجود، اللي هو الفرقه اللي فنش بيها هو اللي هيشتغل بيها، اكيد التدعيمات اللي جابها النادي الاهلي هيبقى ليها دور في المباراه اكيد، وخاصه ممكن حسام حسن. يعني انا شايف ان طلائع الجيش هو اللي عنده مشكله، لان اولا طلائع الجيش ما عندوش خط هجوم، ما دي مشكله، ما عندوش غير كريم الطيب دلوقتي اللي جابه من بيراميدز، خط الهجوم كله بالكامل مش موجود. بسيوني هيحاول يشتغل على الناس اللي تحت المهاجمين اللي هم الاثنين اللي جاي من تحت، لكن ان هو يضغط من قدام في البدايه اعتقد هتبقى مخاطره ومغامره مش هيقوم بيها عبد الحميد بسيوني في مباراه بكره، صعب جدا. وبرده عشان حته الانسجام، عايز اقول لحضرتك انا اتفرجت على تدريبات النادي لطلائع الجيش، بسيوني كان بيعاني فعلا الاسبوعين اللي فاتوا، لان لعيبه داخله لسه مش جاهزه وبتجهز لوحدها مع لعيبه بتلعب تتمرن. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا في بدايه الفقره، حضرتك قلت لما رحت لهم عملت زياره لقيت الفريق مش جاهز، دي نقطه خالص. في منطقه الخطوره. على كل حال كابتن شريف عبد المنعم رجع لنا مره ثانيه. كابتن شريف بنرحب بحضرتك مره ثانيه، اتفضل يا فندم. اهلا بيكم. كده الصوت كويس؟ كده هايل، اتفضل. طيب كويس. يا بص يا هوان، دي الحاله البدنيه اللي هيقف عليها الفريقين بكره ان شاء الله هي اللي بتحدد شكل المباراه. يعني الجهاز الفني يعني بيتطلع لشكل الاحتفاظ بالكوره كتير، و محاوله التهديف المبكر، لو في فرقه هتلعب ديفنس تلعب على كونتر اتاك، ده حق مشروع بالنسبه للفكر اي مدرب بيبقى موجود في مباراه زي دي. انما انا اعتقد ان دي مباراه بطوله، يمكن كابتن عبد الناصر يوافقني في الكلام ده او وجهه نظر، يعني ان من حق الشكل الفني دايما بكل مدير فني ان هو يدافع ان هو ياخد البطوله، يعني حكايه ان هو يدافع في الملعب يلعب على كونتر اتاك والكلام من ده، دي فوارق فنيه وفوارق امكانيات. بالنسبه للي كنت سامع كابتن ناصر بيتكلم عن التدعيمات الجديده بالنسبه لفريق النادي الاهلي، اعتقد ان برضو الدفع بيهم من اول مباراه مش هيبقى يعني بالشكل الكامل، يعني احنا لازم يبقى عندنا دايما النادي الاهلي يمتاز بالاحتياطي او الدكه او ال 40 دقيقه الثانيه بتاعه المباراه. فمباراه الكؤوس دي خطيره جدا، يعني ما بتبقاش مضمونه ابدا، يعني غير ان اللعيبه نفسها والحاله البدنيه بتاعتهم بتكرر من اول تلت ساعه، من اول 20 دقيقه في الملعب
ازاي انا ابقى صاحب السطوة، صاحب الكلمه في الملعب، انا اللي بدير الامور كلها اتجاه مصلحتي. يعني ما بتكلمش عن النادي الاهلي بس، بتكلم على الفرقتين يعني. تمام. فانا بتمنى طبعا ان الحاله البدنيه لفرقه النادي الاهلي بكره يبقى اللعيبه عندهم الدافع الكبير قوي، ومليش دعوه بموضوع الدوري ده خالص، ان هم بكره يحتفظوا ببطوله جديده بالنسبه لهم وبالنسبه لجماهيرهم، وتبقى بدايه جيده بالنسبه للفريق وبالنسبه لنا احنا كلنا الحقيقه، وحق مشروع برضو زي ما بقول لك فرقه طلائع الجيش ان هي تكون موجوده في الملعب وانها تقدر تكسب برضو يعني وتحتفظ بالبطوله يعني. فانا بتمنى انها تبقى مباراه جيده، وبتمنى بقى كمان يعني نطعم بقى الملاعب بنعوان بشويه جماهير كده صغيره في المباريات اللي جايه، يعني 1000 هنا و1000 هنا في المباريات بتاعت الدوري والمباريات بتاعت الكؤوس اللي جايه. عايزين نتعود زي الملاعب اللي احنا بنتفرج عليها الحقيقه، ملاعب من غير جماهير شكلها مش لطيف. طيب بالتوفيق بكره باذن الله ان شاء الله ان شاء الله نشوف ماتش حلو، وبتمنى الخروج اليوم سليم باذن الله يعني، وبتمنى النادي الاهلي طبعا الاحتفاظ بالبطوله. شكرا ليك جدا كابتن شريف على هذه المداخله، شكرا لحضرتك. كلام كويس، بس في حاجه يعني احسن حاجه قالها الكابتن شريف موضوع الجماهير. كان فرصه ان ندخل جماهير في المباراه دي، نبدا بدخول جماهير في المباراه دي كتجربه، خاصه يعني معلش الجيش برضو جماهيره مش كبيره، ممكن الجيش هيجيب جماهير من القوات المسلحه مع ملتزمه طبعا وكل حاجه، ومع جماهير النادي الاهلي كانت فرصه ان احنا ندخل جماهير في المباراه دي، ما اعرفش ليه ما حصلش. هو يعني طبعا القرار ده مش بتاع حد فينا، يعني بيبقى ليها حسابات اكيد، لكن في العموم اكيد كلنا بنتمنى عوده الجماهير، يعني الكوره بيبقى تحديدا ليها طعم تاني تماما لما بيكونوا متواجدين اكيد. وخلي يعني بالك في لعيبه كتير هتتكشف بقى لا نرجع للنقطه دي بقى، ما اصل في لعيبه ما تعودتش على ضغط الجماهير، هيجي ضغط الجماهير ممكن تلاقي لعيبه مستواها فعلا في لعيبه انضمت والجماهير لحد دلوقتي اللحظه دي ما جوش يعني. بس على فكره الجماهير بيبقى ليها دايما يعني دعم، مش بتاثر بشكل أكيد سلبي مع حضرتك يعني، بس كل لاعب وشخصيته، في لعيب بيتاثر بالجماهير ما يعرفش يلعب، ما يقدرش يلعب أوكي. تحت ضغط الجماهير. نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك. مرحبا بحضراتكم مرة تانية وفقرتنا التحليلية والأهلي وطلائع الجيش، معانا كابتن عبد الناصر ولسه الحديث مستمر أكيد. وقبل ما نسيب هذا الملف ونروح بقى للمنتخب لأن عندنا كلام كتير جدا فيه، خليني برضو يعني أركز شوية. إحنا بنتكلم الأهلي وطلائع الجيش 31 تقريبا لقاء، يعني الكفة أكيد الراجحة للأهلي وبشكل يعني ملموس وكبير. النهاردة يعني عفوا غدا مباراة مهمة، ولكن برضو البشاير اللي بتتكلم كده وزي ما حضرتك وضحت ودي كانت نقطة في غاية الأهمية إن طلائع الجيش غير جاهز، فدي ربما بتدي برضو فايبس كده أو يعني مؤشرات إن قد يكون هناك مثلا هاي سكور غدا، ولا برضو ده ملوش علاقة والموضوع مش محسوم والكلام اللي احنا قلناه؟ لا طبعا الموضوع مش محسوم وملوش علاقة أكيد. مهما كان الأهلي مش هيلعب نفسه، هيلعب فرقة أكيد هتبقى منظمة متمرنة الفترة اللي فاتت على طريقة معينة أكيد، ولكن لها ظروف استثنائية خلينا نقول هذه المباراة يعني. أكيد ظروفها استثنائية، لو الأهلي سجل بدري هتبقى مشكلة للنادي، وأعتقد الأهلي هيركز على ده، والأهلي هيحاول يعمل كده، لأن زي ما اتفقنا أهلي قوامه ثابت، قوامه موجود، التدعيمات اللي موجودة أكيد مش هيحتاج لها غير في أوقات معينة من المباراة يعني. ممكن حسام حسن، ممكن كريم فؤاد، ممكن العائدين من الاعاره زي احمد عبد القادر، يعني لو في المعسكر داخل مع النادي الاهلي ممكن يكون يشتغلوا الناس دي في اوقات معينه من المباراه. بالنسبه لطلائع الجيش، طلائع الجيش لا ممكن يعتمد على ناس من اللي جابها في من بدايه المباراه، يعني ممكن اعتقد الجويني اللاعب الصفا قسي ممكن يبدا المباراه، الله اعلم طبعا كمدافع، لان برده خط الدفاع في نادي طلائع الجيش عايز تدعيم كويس، والراجل ده لعيب خبره وجاي من الدوري التونسي فممكن يشتغل كويس. ميدو جابر ممكن يكون ورقه، بس اعتقد هو مش جاهز بدنيا، ميدو ممكن يبقى على الدكه ويتم الاستعانه بيه في وقت من اوقات المباراه.
لكن حضرتك انك تقولي ان يبقى هيفي سكور اعتقد ان هتبقى صعبه شويه، لان اللعيبه نفسها لعيبه اي لعيب بيقابل النادي الاهلي او نادي الزمالك بيبقى عايز يطلع كل الطاقه اللي عنده. اللعب دايما مع اكبر الفرق بتبقى بالزبط. فيها نوع تاني او روح تانية، بيبقى روح عاليه جدا من اللاعب، بيطلع يعني اذا كان بيطلع 100% بيطلع 200% من اللي عنده عشان اولا يظهر طبعا قدام الجماهير المصريه بشكل كويس، ثانيا فيش لاعب بيقبل انه يتهزم بنتيجه ثقيله، فهيبقى أكيد طبعا اكيد ده متوقع. يعني ده العامل اللي هيعتمد عليه كابتن عبد الحميد المسيوني والجهاز الفني للنادي طلائع. كويس جدا، هنرجع لحضرتك تاني عشان نتكلم بقى عن الاهلي بشكل برضو اكتر تفصيلا، بس خلينا نروح دلوقتي واستعدادات وكواليس الاهلي وزميلنا شريف شعبان. شريف صباح الخير عليك، وانت كنت امبارح متواجد يعني طول اليوم مع البعثه، خلينا نعرف منك الكواليس اللي دارت ونطمن منك برضو على النهارده، اتفضل يا شريف. صباح الخير زميلتنا هواندي، طبعا صباح الخير للمدير الفني الكبير كابتن عبد الناصر ولكل جماهير ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زميلتنا هواندي امبارح كنت متواجد من الصباح الى المساء مع فريق النادي الاهلي في المعسكر الخاص به في احد الفنادق طبعا في برج العرب، استعدادا لمباراه السوبر اللي هتكون بكره باذن الله من فريق طلع الجيش. يا رب باذن الله بكره التوفيق يكون من نصيب النادي الاهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق طلع الجيش. يوم النادي الاهلي بيبدا في الساعه 10 صباحا بوجبه الفطار، الغداء بيكون الساعه 2. كان في المحاضره الفنيه الخاصه بمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، يتكلم فيها ويشاهدوا بعض اللقطات لفريق طلائع الجيش، يتكلم فيها عن نقاط القوه والضعف لفريق طلائع الجيش، وحذر من خطوره فريق طلائع الجيش، حذر من الصفقات الجديده لفريق طلائع الجيش، صفقات كلها على اعلى مستوى، اسامي كلها في الدوري المصري على اعلى مستوى، حذر من فريق طلائع الجيش وطلب اللاعبين بمحاوله احراز هدف مبكر في اللقاء الصعب جدا اللي هيكون بكره في استاد الجيش ببرج العرب. من بعد هذه المحاضره كان في المران اللي بدا في الرابعه والنصف عصرا، يعني كان مران على طول الملعب، كان المران الرئيسي للنادي الاهلي، التشكيل اللي ممكن يلعب بيه لقاء بكره بعض اللاعبين او بعض الصفقات الجديده اللي كانت موجوده في التشكيله اللي كان بيجرب بيها، مين ممكن يبدا بكره بقى هنشوف فكر مستر بيتسو موسيماني من المدارس اللي بيحب يعلن التشكيل يوم المباراه مش قبل المباراه بيوم، ولكن امبارح كان الظهور مميز لكل الصفقات الجديده مع العناصر الاساسيه للنادي الاهلي، فحيره شديده لمستر بيتسو موسيماني يبدا بمين؟ مين الانسجام وصل لمرحله كبيره جدا ما بين الصفقات الجديده واللاعبين المستمرين في النادي الاهلي، الاجواء كلها فيها تركيز شديد جدا لمحاوله احراز طبعا بطوله جديده، اضافه طبعا الى دولاب بطولات النادي الاهلي، الكل بيحاول يشتغل ان يضيف بطوله بكره باذن الله للنادي الاهلي. طبعا موجود مع النادي الاهلي من اول يوم في المعسكر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، موجود في التمرين، موجود في فندق الاقامه مع اللاعبين، بيحاول يقرب من اللاعبين اكتر، بيحاول يخلي اللاعبين تركز اكتر واكتر، فباذن الله بس يكون التوفيق بكره معانا باذن الله ونفوز طبعا على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. طيب وجود كابتن محمود الخطيب برضو يا شريف مهم جدا وبيبقى ليه تأثير مختلف وبيبقى فيه حوارات وبيبقى فيه كواليس، لو تطلعنا برضو على هذه النقاط لأن أكيد مهم جدا الجمهور برضو يبقى عارف. الكابتن محمود الخطيب ممكن يتكلم مع لاعب أو اثنين لعيبة، هو طبعا بيبقى حريص يسلم على لاعب بشكل يعني شخصي، ممكن يتكلم مع لاعب شفته امبارح مثلا بيتكلم مع حسام حسن الوافد الجديد، ميكيسوني برضه بيتكلم مع، يعني بيحاول كل يعني شويه تلاقيه بيتكلم مع لاعب مثلا بعد وجبه الغداء، قبل بدايه المران، بعد بدايه المران، لان امبارح كمان مستر بيتش موسيماني خصص جزء من المران للضربات الترجيحيه، لو المباراه استمرت الى الضربات الترجيحيه فخصص وقت للضربات الترجيحيه بعد نهايه المران مثلا، كان الكابتن بيتكلم مع احمد عبد القادر، فبيبقى حريص كل فتره او كل شويه في المعسكر يتكلم مع احد اللاعبين. طاهر محمد طاهر برضه امبارح اتكلم معاه الكابتن، كان مطمئن على صحته لان كان خرج من التمرين اول امبارح، اشتكى من اصابه امبارح بيشارك في التمرين بصفه منتظمه جدا واعلن جاهزيته للقاء، فالكابتن امبارح كان حريص برضه ان يسال طاهر عن حالته جاهز ولا لا، فالكابتن قريب جدا مع اللاعبين وبيحاول طبعا يشد من اظهرهم ويشجعهم ان يحرزوا بطوله تكون طبعا بطوله تضاف الى بطولات النادي الاهلي.
رائع جدا. خليني اروح معاك لاخر نقطه برضو، لان اكيد لازم نطمن جمهور الاهلي. فكره هنا الانسجام ما بين اللعيبه يعني اللي هم متواجدين حاليا والصفقات الجديده، خليني اقول بقى، او مش هنقول بقى صفقات جديده، هنقول لاعبي الاهلي الجدد يعني. خليني اعرف برضو الانسجام ازاي، الصوره ازاي دلوقتي، علشان نبقى مطمنين الى حد كبير، لان فكره الانسجام اعتقد في غايه الاهميه برضو. طبعا الانسجام وصل لمراحل كبيره جدا للاعب النادي الاهلي بيكيسوني امبارح انا بتفرج عليه، لا وصل لمرحله انسجام كبيره جدا. حسام حسن بدا يوصل لمرحله انسجام، احمد عبد القادر، عمار، لا في لعيبه، كريم فؤاد، في لعيبه بدات تتسجل بشكل كبير مع النادي الاهلي. وطبعا لسه في البعض ما وصلش للانسجام بدرجه كبيره، بدرجه 100%، ولكن لا بيسوني امبارح، لا امبارح بتفرج عليه او موجود في امبارح في المران، لا تحس اللي هو موجود مع الفريق من اول الموسم، مش من الموسم السابق كمان، مش من دلوقتي يعني. فلا في بعض اللاعبين وصلوا لانسجام كبير جدا مع لاعبي النادي الاهلي، بطمنك لا الدنيا واصله لمراحل كبيره جدا. ولكن هنا القرار بقى مستر ميتشو موسيماني، ممكن يغامر بكره ويبدا بصفقه او اثنين من الجداد، ولا نلاقي التشكيل او القوام الرئيسي هو الثابت عليه الفترات الاخيره؟ ده بكره كل السؤال ده بكره هنعرف الكابتن طبعا عندما يعلم او يعلم مستر ميتشو موسيماني التشكيل. ولكن من ناحيه الاصابات الكل جاهز لمباراه الغد، الحمد لله ما شاء الله الكل جاهز لمباراه الغد، فالكل متاح لمباراه الغد. وبقول لك برضه سمعت ان عوان دي حاجه مهمه جدا، ان الاهلي كان بعت استفسار او خطاب رسمي الى اتحاد الكره يستفسر عن موقف اللاعبين الجدد من المشاركه ومن الانذارات. اتحاد الكره رد امبارح وقال له الكل متاح للمشاركه معاك، فما فيش عقبه خالص امام النادي الاهلي، ويبقى القروض كلها امام مستر فيتسو موسيماني يختار 11 لاعب عندنا ثقه كبيره فيهم باذن الله، وبكره باذن الله يكون اليوم من نصيب النادي الاهلي ونضيف بطوله الى دولاب بطولات النادي الاهلي. رائع جدا، وطمنتنا برضو بشكل كبير قوي زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي، شكرا ليك جدا. على كل حال تغطيتنا أكيد مستمرة لغاية غدا والمباراة المرتقبة إن شاء الله بين الأهلي وطلائع الجيش. فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، والحديث مستمر مع كابتن عبد الناصر محمد، وبنعتذر على هذا العطل الفني يعني ملناش يد فيه، بس رجعنا لحضراتكم مرة تانية. كابتن عبد الناصر فاضل 3 دقائق تقريبا، عايزة بقى استغلهم بحضرتك، احنا يمكن غطينا بشكل شامل يعني مباراة غدا ان شاء الله الاهلي وطلائع الجيش، وعايزين في الاول وفي الاخر نشوف ان شاء الله كورة حلوة. وزي ما بنتكلم مباريات الكؤوس ما بتبقاش مبنية على تاريخ يعني لقاء اي فرق ببعض، فان شاء الله بكره يكون في لعبه حلوه، لكن اكيد انا هقول اتمنى الفوز يكون اهلاوي. وانا اتمنى الفوز طلائعاوي. يعني ما فيهاش شك دي. خلينا بقى ننتقل للمنتخب وما يحدث الان من تغيير للجهاز بشكل كامل، والتفاؤل اللي اصبح موجود دلوقتي في الشارع المصري بشكل كبير جدا. خلينا برضو نعرف يعني وفكره برضو ليبيا يعني وتصدرها، فخلينا نروح مع حضرتك نتطرق لده سريعا. يعني انا اولا مبدئيا انا معترض على الطريقه اللي تمت اقاله الكابتن حسام بدري بيها بصراحه. يعني كابتن حسام بدري انا من الناس اللي بعتز بيها جدا، مدرب محترم جدا، الناس جت عليه قوي قوي وخصوصا الميديا. ضد قرار يعني الاقاله ولا ضد قرار الهجوم؟ لان الاثنين مع بعض. الاثنين، لان ده في الاول وفي الاخر ده مدير فني منتخب مصر. يعني بيمثلنا كلنا. كان الهجوم عليه كتير، الاقاله كانت، ما انا شايف نتائجه، معلش لو هنتكلم عن نتائج كويسه. انا مش عايز قوي اتطرق ده عشان الوقت، ماشي على العموم يعني ده يعني، لكن هنتكلم على الوضع الحالي. انا زي ما قلت لحضرتك المفروض كان منتخب مصر يتجمع من دلوقتي عشان الفكر الجديد للمدير الفني الجديد اللي موجود والجهاز اللي معاه يتنقل للعيبه في الوقت ضيق قوي. هنلاعب منتخب عنيد، منتخب قوي، منتخب عنده الروح العاليه جدا، منتخب متجمع بقاله فتره طويله في معسكر مغلق من قبل المباريات اللي لعبها اللي فاتت، عشان كده المنتخب الليبي ماشي بخطى ثابته متصدر المجموعه، فاحنا كان لازم نعمل كده في الوقت ده. دي وجهه نظري. لازم كان يتاخد قرار مع مصطفى محمد من اتحاد الكوره فوري عشان نبقى عارفين اذا كان الجهاز الجديد يعرف اذا كان هيضم مصطفى محمد ولا مش هيضم مصطفى محمد، لان ده برده من العناصر الاساسيه. يعني انا شايف ان المنتخب المصري في حاله تفاؤل الفتره اللي جايه، نتمنى احنا كلنا خلاص تم اختيار الجهاز ده كلنا في ظهره، زي ما اي اختيار لاي جهاز فني لازم نقف في ظهره بالنسبه لمنتخب مصر. طبعا. طيب انا ممكن اروح سريعا جدا لرابطه الانديه وتشكيلها، سريعا جدا اخد تعقيب على يعني من حضرتك على انا سمعت عن تشكيلها، وسمعت ان محمد فضل النهارده سمعت ان هو اعتذر لانه كان مترشح من البنك الاهلي، بس هو كان
موعود ان هو هيبقى رئيس الرابط. يعني في اسباب ادت ان هو يعتزل. هو اعتزل لما لقى نفسه مش رئيس الرابطه ولا نائب الرئيس، لان رئيس الرابطه استاذ احمد دياب. و يعني احنا ناخد التصريح ده منه بقى، لان هو ده اللي سمعته النهارده. بس حضرتك بتتكلم انت سمعت كده، سمعت يعني النهارده ان النائب الرئيس هيبقى عماد متعب، فمحمد فضل اثر ان هو ينسحب من الرابطه ده. اتمنى رابطه الانديه تشتغل لصالح الكره المصريه، مش لصالح انديه معينه، لصالح الكره المصريه كلها، لان احنا محتاجين ده في الفتره. احنا دايما نتكلم على الحته دي، ودايما نقول في رابطه انديه هتتعمل وما بتتعملش. بما انها اتعملت اهي، اتمنى بقى انها تشتغل صح، يبقى هدفها الاولاني رجوع الجماهير للمدرجات. اوكي تمام، نقطه كويسه. بشكر حضرتك جدا كابتن عبد الناصر. انا اللي سعيد، وكانت فقره جميله جدا. الله يخليك. ان شاء الله نعود مع حضراتكم، نلتقي بكره وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي معنا هواندو كريم. باي باي.